دكتور أمير التلواني وهو المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية. طيب إيه علاقة ده بطريق الكباش وبالأقصر لا طبعا ده في علاقة وعلاقة كبيرة. دكتور أمير أهلا بيك. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. مساء النور يا دكتور. قول لنا بقى، انا كنت لسه بقول حالا اهو، يا ترى الناس هتسالنا تقول لنا ايه العلاقه ما بين الهيئه العامه للرعايه الصحيه واحتفالات او الاستعدادات بتاعه افتتاح طريق الاله المعروف باسم طريق الكباش. لو تسمح لي حضرتك بس قبل ما اتكلم بين العلاقه بين هيئه الرعايه الصحيه وافتتاح طريق الكباش، الحقيقه انا كمواطن مصري سعيد جدا جدا باللي يحصل في محافظه الاقصر. اللي بيحصل في محافظة الأقصر النهاردة بيؤكد أن الدولة المصرية عندها القدرة على الإنجاز، أن القيادة السياسية ليها رؤية لوضع مصر في مكانتها الطبيعية وفي براندينج والبوزيشنينج اللي يليق بالجمهورية الجديدة إن شاء الله. فنتمنى بإذن الله أن افتتاح طريق الكباش يبقى بالشكل اللي يليق بمكانة مصر العالمية إن شاء الله بإذن الله. العلاقة فيما يخص بقى سؤال سيادتك، أيوة، اللي هو ايه علاقة الهيئة العامة للرعاية الصحية بافتتاح طريق الكباش؟ في الحقيقة الفترة الحالية في تناغم كامل بين جهات الدولة جميعا لإنجاح وإن احنا نطلع الاحتفال دوت بالشكل اللي يليق بمصر. هيئة الرعاية الصحية كأداة الدولة في تقديم وتنظيم الخدمات الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل ووجودنا في محافظة الأقصر، فإحنا مسؤولين عن التأمين الطبي للخدمات العلاجية بالتنسيق التام مع وزارة الصحة فيما يخص قطاع الطب الوقائي للتأكد من نقاط الفرز لمرضى الكوفيد، فيما يخص التأكد مع والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية في التنسيق على مناطق ونقاط الإسعاف اللي هتغطي منطقة الحدث. اما بقى فيما يخص جاهزيه الهيئه العامه للرعايه الصحيه، في الحقيقه احنا شغالين في ما يقرب من شهر ونص استعدادا لهذا الحدث. كل مستشفيات الهيئه العامه للرعايه الصحيه بمحافظه الاقصر كل الطاقات بتاعتها مسخره لهذا الحدث. احنا عندنا 5 مستشفيات باطقم طبيه كامله مدربه على سيناريوهات عديده ان شاء الله احنا ما نلجاش ليها. التعامل مع الحوادث الجماعية، التعامل مع الحوادث الفردية، الباسويز ومسارات المريض والتنسيق التام بين غرف العمليات، سواء غرف العمليات المركزية لهيئة الرعاية فرع الهيئة أو المستشفيات مع هيئة الإسعاف والطب الوقائي. إن شاء الله بإذن الله المستشفيات، والنهاردة تم التفقد من خلال معالي الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ووفد من رئاسة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي لهيئة الرعاية الصحية، تفقدنا جاهزية الأماكن دي جميعا، وإن شاء الله بإذن الله نؤكد بجاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية باستقبال بقى الطبي أو التنسيق الطبي أو التأمين الطبي بالتنسيق مع كافة جهات الدولة عشان نطلع بالحدث بإذن العالمي اللي يليق بمصر. إن شاء الله بإذن الله نقدر نستفيد منه إحنا كهيئة الرعاية الصحية أو القطاع الصحي في مصر، مش بس بقى إن إحنا نطلع بالشكل اللائق، لا ده ممكن يساعدنا إن شاء الله بإذن الله، وأكيد هيساعدنا في إطلاق برامج السياحة العلاجية اللي بتتبناها هيئة الرعاية الصحية تحت شعار نرعاك في مصر. إن شاء الله إحنا عندنا برنامج طموح تحت شعار اسمه نرعاك في مصر، وجودنا في محافظة الأقصر وجودنا في محافظة بورسعيد واسماعيلية ومحافظة جنوب سيناء بيدينا القوة إن شاء الله إن احنا نستفيد بقى من لا ده كده بقى دكتور أمير العلاجية. حضرتك طبعا تنورنا. قصة برنامج السياحة العلاجية دي قاعدة، دي ما فيهاش هزار، أنا أفوتها ما تفوتش أبدا. سياحة علاجية، أنا عايز أشكرك جدا أولا دكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.